كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. في قلبي رسام حبته ضيه لالي شمخ القدر ربي أمرنا بطاعة. بداية مروان رمضان مبارك كريم ومرحبا بك لأول مرة على كاف 24 خطيب. رمضان كريم عليكم كاملين وانا سعيد بهذا اللقاء معكم وموفق ان شاء الله وان شاء الله نكون ضيف عليكم خفيف ان شاء الله. واخا مروان نمشيو معاك رمضان. مروان كيف كيدوز شهر رمضان؟ سبحان الله هو شهر رمضان من اروع الشهور عند هذا كيف نقول لك شعور عند كل المغاربه. رمضان كيجوز عندي انا في يعني يوم كيكون حافل بالعمل والفن طبعا انا لا اتوقف على الفن بتاتا ولو على المستوى الذاتي والشخصي. طبعا كيكون في رمضان هو فحال قلت لك تكون امتداد اخر للوجود ديالنا حنايا في هذا الشهر الكريم روحاني وفيه من صلة الارحام وفيه من التزاور مع الاخوان ومع الاصحاب. ونتمنى نكون دائما يتعاد علينا دائما بالخير والصحه والعافيه ان شاء الله تعالى ان شاء الله. مروان شنو كيعجبك تاكل في رمضان؟ انا سبحان الله في رمضان ما كناكلش بزاف، ما كيعجبش ناكل بزاف مره لان كنحس براسي ملي كليت كنضيق كنحاول ما نبقى خفيف والشهر المضخم اللي كنطيح فيه الكيلوس كنرجع فورما غزاله يعني كنحب سبحان الله رمضان كي الماكله ما كتجينيش فيه شي حاجه كيعجبني ما هو حلو بحال مثلا الشباكيه ماشي بزاف ولكن كاينه ما يجاورها لي زاكسيسوار ديال الشباكيه هذا وكان شي اللي كاين شي اللي كاين. شنو الجديد ديال مروان في رمضان؟ عندي فيديو كليب شذرات من ثراتنا المغربي هو تم التنفيذ والانتاج ديالو في العاصمه الاردنيه عمان من توزيع الموسيقى الاردني احمد رامي والاخراج المخرج الطنجاوي الشاب بلال تائب. مروان شنو الرساله اللي كتوجه للفنان عصام سرحان؟ عصام سرحان اولا هو صديق قبل ما يكون نجم ذا فويس واكن له كل احترام وانسان على مستوى عالي اولا من الاخلاق والتربيه زائد انه فنان قبل ما يكون في ذا فويس فهو فنان راقي جدا وعنده حضور وعنده امكانيات خلاقه رهيبه جدا على مستوى لاسين على مستوى استوديوهات ما شاء الله عليه. كنتمنى له كل التوفيق وكنقول له يواصل. احنا في امس الحاجه ان اصوات شابه واعده خلاقه كتعطي البديل الفني الرقراق والراقي في الجو ديال الفن اللي هو نوعا ما يشهد ميوعه وابتذال خطيرين. نتمنوا نكونوا حنايا وعصام من الناس اللي يجددوا هذا المسار الفني ان شاء الله في البلاد. مروان شكرا لك وتبارك الله عليك وكنتسناو الجديد ديالك. كلمه اخيره شنو كتوجه للجمهور ديالك عبر كاف 24 خطيب؟ اقول للجمهور مدينه طنجه احنا دائما بكم حاضرين وانتم هما السند ديالنا وبكم كنعرفوا ما هو عندنا صحيح وعلى المسار واللي ماشي مناسب. ونتمنىكم دائما تكونوا جنبنا ونكونوا دائما راقين معكم وكنرقاو بالاذواق ديالكم ونتمنوا ان كل جديد اليوم يناسب اذواق ديالكم ان شاء الله تعالى. يا حبيبي ما دراه من أحد.